خاض منتخب مصر الأولمبي مرانه الرئيسي امبارح استعدادا لودية أوكرانيا اللي هتتلعب بكره الأحد في إطار استعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فريق الأهلي حقق الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في مباراة لجامعتهم باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة 14 لبطولة الدوري الممتاز، وبيرتفع رصيد الأهلي إلى 60 نقطة وجمعهم من 24 مباراة وبيبقى في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عن 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة. حصل حسين الشحات لاعب الاهلي على جائزه رجل مباراه فريقه امام بيراميدز واللي جمعتهم في الدوري المصري، وده بعد تالقه الكبير في المباراه. فريق إسترن كامباني أعلن تجديد التعاقد مع الكابتن طارق يحيى نجم الزمالك السابق ليستمر موسما جديدا في القيادة الفنية للفريق في القسم الثاني. ميار شريف لاعبة منتخب التنس تأهلت لدور نصف النهائي من بطولة جراند إيست 88 المفتوحة في التنس ذات 125 نقطة، وده بعد فوزها على الكولومبية إيميلينا أرانجو بمجموعتين دون رد. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تعاقده مع المدافع البرتغالي ريناتو فيجا قادما من نادي بازل السويسري، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع اللاعب عقدا لمدة 7 سنوات حتى 2031. نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن عن تمديد عقد مديره الفني سيموني إنزاجي لمدة عامين ليستمر في منصبه مع الفريق حتى عام 2026. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنا ومحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.